السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذوق وتمتع. في هذه الحلقة غادي نصوبوا التورتة مالحة ولكن على شكل ثلاثة الأنواع. عندكم غادي نصوبوا الكيش أو تورتة بالسومو أو لا تخويت سوموني اللي عندنا في البلاد أو لا المرتديلا. ودابا اول حاجه غادي نديرو لاباط، ها هي عندنا تقدروا تشريوها من المحلات تكون مالحه في المول او لا بلا مول، راه كيكونوا الطورتيات صغار ديال الكيش. اذا اول حاجه غناخذو غادي نقبطو شويه فرينه اللي عندكم موجود، شويه ديال البيض، جوج بيضات ولا كريم فريش، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. ودابا هذا كنسميوها لاباري، غادي نخلطوها مزيان. وديما الا بغيتو تخلطوا ديما عودوا تخلطوا على شكل 8 تون، يعني كتاخذوا الفوي وكديروا 8 تون وكيبقى حتى كيتخلط لكم هذا الشيء كله مزيان. من بعد ما وجدات لاباري ديالنا غادي ناخذوا كيف شفتوا قطعنا الخضر على شكل طريفات صغار. الاولى غادي ناخذوها غادي نعمروها بالخضره، ها هي بسم الله. الثانيه غادي نعمروها بالسومو بسم الله. الصومو. والثالثة غادي نعمروها بالمرتديل. ومن بعد غناخذوا لاباري ديالنا وغادي نحطوها فوق لي تورتات. ومن بعد غادي نزيدو فوق منه الفروماج باش يتكراتينا بسم الله. وغادي نحطوه في الفران تقريبا واحد 20 دقيقة درجة 180. التورتة ديالنا موجودة ديال مرتديل سومو والخضرة وكتعجب الدراري الصغار بزاف. دوق وتمتع.